تروح ليه تاني؟ هنتكلم بقى عن نهائي دوري ابطال افريقيا. خلاص باتريس موتسيبي خد القرار لوحده قبل اجتماع اللجنه التنفيذيه، كلنا كنا مستنيين اجتماع اللجنه التنفيذيه هيحصل فيه ايه ونشوف الاراء ايه. باتريس موتسيبي دي خد القرار وبيوري الناس ان هو عنده شخصيه وان هو بيقدر ياخد قرار لوحده. خد القرار ان النهائي هيكون من لقاءين، وكان في يعني في احد الـ يعني الـ الـ الاجتماعات في جنوب افريقيا حاجه بعيده عن الاتحاد الافريقي، وصرح في خلال المؤتمر ده قال ان بعد كده خلاص نهائي النهائي افريقيا هيكون ذهاب واياب. النهائي هيكون ذهاب واياب، وان هو كابتن خالد ياخد القرار ده لوحده، دي حاجه بتورينا ان في تخبط في الاتحاد الافريقي وهو بس خايف. اكيد بالاتفاق يعني، اعتقد كان اكيد يعني لو هو كان بالاتفاق متكلمين مع بعض مثلا واتفقوا على ده ودي مثلا وقالها هو لا. انا صرح اعرف ناس في المكتب التنفيذي ما كانش فيه اتفاق تماما، ما يعرفوش، ما كانش فيه اتفاق خالص، ما كانش فيه اتفاق، وده حاجه بتورينا ان اختيار نهائي ملعب نهائي دوري الابطال كان باراده اشخاص بره عن باتريس موتسيبي، وان الراجل تفاجأ باختيار من ملعب نهائي دوري الابطال. يعني القرارات بقى، في قرارات اخرى بقى هيتم اتخاذها في اجتماع اللجنه التنفيذيه القادم، اهمها هو بطوله 23 تبقى 24 او هيحصل في ايه، ده الاجتماع اللي هيكون الاهم بقى. ده امتى؟ يوم ايه؟ في اغسطس في تنزانيا في شهر 8. شهر 8 اه، لسه بدري. لسه بدري اه، بس هتكون اجتماع مهم جدا. النهارده بتتكلم على بطوله قاريه ان هي خلاص بنسبه كبيره ممكن يتم تاجيلها لمده عام، بطوله الامم الافريقيه. ومعنى عوده الذهاب واياب يعني معناها في الكونفدراليه وفي اكيد وفي يعني دوري الابطال في خلاص. الكونفدراليه ودوري الابطال.